أعزائي المشاهدين، كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة من هذه السلسلة من الأحاديث التراثية عن بغداد العباسية. تحدثنا عن قصورها وعن مساجدها وعن دورها وشوارعها ومشارعها، أي شرائعها المطلة على دجلة. تحدثنا عن بعض معالمها على نحو سريع، وتحدثنا أيضا عن يعني بساتينها وشيء من هذا، ولكننا لم نتحدث عن وسائل التسلية، أو لم نتحدث عن متنزهاتها الشعبية. يعني أين كان يقضي البغداديون أوقاتهم في أيام الفراغ؟ هذا لم نتحدث عنه، وجدير بنا أن نتطرق إليه في هذه الحلقة. لم يكن الجميع لهم القصور الفخمة والمطلة على النهر وغير ذلك، ولكن كان ثم يعني حاجة إلى أماكن يقضي فيها الإنسان العادي أوقات فراغه، يعني يفرج فيها عن نفسه وإلى غير ذلك مما هو يحتاج إليه الإنسان في حياته العملية. في البدء لم تكن بغداد في حاجة إلى متنزهات، لسبب أن كثافة السكن لم تكن شديدة إلا في بعض المناطق منها. يعني في بغداد الشرقية، في شرق بغداد، كانت القصور متباعدة والدور بينها وبين بعضها أرض يعني تملأها البساتين والنخيل والحشائش والمزروعات، وبالتالي كان الأمر لا يحتاج إلى متنزهات. كل بغداد كانت متنزه، كلها كانت بساتين، وبين البساتين الخضروات كما هي اليوم. البساتين يزرع في تحت ظلال نخيلها أنواع الخضروات، كلها قريبة على نهر دجلة، كلها كانت تخترقها أنهار تأتي من الفرات أو تأتي من النهروان أو من الخالص، يعني من نواحي ديالة. لم تكن في حاجة إلى إنشاء متنزهات، لأنها هي نفسها كانت متنزه كبير. وهكذا وصفت للمنصور، قالوا له أنك ستختار أرضا تقع بين أنهار عدة تحيط بك الأنهار من كل جانب. ولكن مع اشتداد كثافة السكن خاصة في بغداد الشرقية، بل في القسم الأدنى الجنوبي أعني من شرق بغداد، حينما تكاثر السكن في المنطقة المحدودة بين منطقة الباب المعظم إلى وكان يسمى باب السلطان، وقد أشرنا إلى هذا غير مرة، بامتداد يصل إلى الباب الشرقي أو باب كلواذة أو باب البصلية كما أشرنا إلى ذلك أيضا غير مرة. هنا في هذه المنطقة، في هذا المستطيل الكبير، زاد السكن خاصة في القرن الخامس أو النصف الثاني من القرن الخامس، يعني من بعد 450 وحتى 656، يعني لقرنين الكثافة ازدادت على بشكل كبير في هذه المناطق، حتى نشأت الأحياء المكتظة والمحلات المزدحمة والأزقة وغير ذلك. هنا برزت الحاجة إلى أن يكون ثمة أماكن يمكن أن يقضي فيها البغدادي وقت فراغه، يروح عن نفسه ويفرج عن همومه. أين كان يقضي البغدادي إذن أوقاته هذه؟ لا شك أن مشارع دجلة كانت تمثل متنزهات، وعندنا نصوص كثيرة تقول أن الناس كانوا يذهبون إلى المشارع. أما المشارع فهي الشرائع بتعبيرنا الحديث، والشريعة أو المشرعة كما كانت تسمى، يعني نهايات الطرق المطلة على نهر دجلة. وهناك يعني يزداد يعني الجلوس الناس ويتفرجون على نهر دجلة، ويركبون كما يفعل الناس الآن
أنواع من المراكب والزوارق الموجودة في تلك المناطق. كانت المشرعة تمثل متنزها قريبا من مناطق الكثافة السكانية، يذهب إليه الناس والمتعة فيها مجانية في يعني عدا ركوب الزوارق، طبعا ربما يدفع مستقل الزورق شيئا من المال، ويقضي وقتا طيبا في نهر دجلة. كان دجلة يعني أكثر امتلاء بالمياه مما هو الآن، يعني كان منسوب المياه أعلى مما هو الآن. على الجانبين كانت القصور وكانت مناطق غير مسكونة، يعني فيها مزارع، فيها نخيل، فكان الأمر يبدو مسليا ومروحا عن النفس إذا ما استقل البغدادي زورقا ليمضي به شمالا أو جنوبا في هذا النهر الجميل. ذكر أحد المؤرخين قال: حينما كنت يعني أستقل زورقا وأمضي من شمال بغداد، يعني من منطقة العظمية نزولا، كنت لا أسمع إلا صوت الغناء أو الموسيقى، والناس كأنهم في عرس دائم. يعني هذا كان شيئا متاحا وجميلا في ذلك العصر. عدا هذه المشارع التي كانت تمثل متنزهات المدينة المجانية على نهر دجلة، كانت ثمة حول بغداد كانت هناك متنزهات كثيرة أو مزارع وحقول كانت يعني تستغل كمتنزهات أيضا. يعني في المنطقة الغربية، في منطقة غرب بغداد، بغداد كانت تنقسم إلى 4 وحدات زراعية، في القسم الغربي وحدتان وفي القسم الشرقي مثلها. في القسم الغربي كان هناك وحدة زراعية، والوحدة تسمى في ذلك العصر طسوج. طسوج يمتد من منطقة شارع رمضان الحالي في تقريبا إلى طريق المؤدي من الكاظمية إلى الموصل، طريق الموصل الحالي. هذه المنطقة الواسعة كانت حدائق غناء وبساتين عامرة وحقول عامرة، وكانت ثمة أديرة قديمة موجودة في أطراف هذا المكان. فيخرج البغداديون إلى هذه النواحي المزهرة الغناء ويقضون أوقاتهم، يقضون نهاراتهم هناك، يعني يتسلون بالمناظر الجميلة ويتناولون ما شاء لهم أن يتناولوه، ويعودون إلى بيوتهم وقد امتلأوا راحة وسعادة. طسوج، هذا الطسوج كان يعرف باسم طسوج قطربل، قطربل، وهو الطسوج الأول من جهة الغرب، يعني في الجانب الغربي. طسوج قطربل تغنى به الشعراء ووصفوا ما كان يعني يحتويه من أماكن جميلة وبساتين، وهي في الحقيقة كانت متنزهات أهل بغداد. وإلى الجنوب من هذا الطسوج، يعني من منطقة المنصور نزولا جنوبا، كان هناك طسوج يعرف باسم بادوريا، بادوريا، وهذا أيضا مثل سابقه كانت فيه بساتين، وهذه البساتين كانت فيها كروم وكانت فيها أنواع من الأشجار أيضا، حتى أن منطقة ربما ألمحنا إليها في حلقة سابقة تسمى قطفتة، وهو اسم آرامي، قطفتة، وهو أيضا بالعربية من الفعل قطف يقطف، فهي القطوف، كانت قطوفها دانية، وكان الناس يتنزهون هناك ويعني يتفرجون ويقضون وقتا طيبا. منطقة قطفتة هذه هي التي عرفت في العهود العثمانية باسم الفلاحات، ومحلة الفلاحات محلة مشهورة طيبة من محلات الكرخ اليوم، ولكن ليس فيها قطوف، إنما هناك دور متلاصقة ومزدحمة. إنما في العصر العباسي كانت هذه المناطق
يعني تتخللها أماكن خالية وتتخللها بساتين وحقول وفيها كروم وفيها ما يقطف على أي حال من أنواع الفاكهة. أيضا من المتنزهات الجميلة في بغداد الغربية، في يعني بمعنى في الجانب الغربي، ولا أقول جانب الكرخ لأن الكرخ هي محلة من محلات بغداد أو حي من أحياء الجانب الغربي، وليس كل الجانب الغربي كما صرنا نسمي الجانب الغربي كله جانب الكرخ، بذلك العصر لم يكن هذا موجودا. هناك كانت على نهر دجلة منطقة يعني فيها مزروعات، فيها أشجار تسمى رقة ابن دحروج، لا نعرف من هو ابن دحروج هذا، ربما كان بستانيا لا نعرف، لكن رقته هذه كانت تمثل بستانا على نهر دجلة مقابل لشارع النهر الآن، يعني مقابل لمنطقة المربعة وشارع النهر. رقة ابن دحروج كانت كلها بساتين، وكان يعني الناس يذهبون إليها ترويحا عن أنفسهم. كانت هناك رقات، جمع رقة، والرقة هي الأرض المليئة بالمياه، الأرض تنضح بالمياه، أو الأرض التي فيها مياه بحيث تزرع فيها المزروعات الكثيرة والكثة. كان هناك في الجانب الشرقي، إذا ما انتقلنا إلى الجانب الشرقي، كانت هناك حتى داخل أسوار بغداد كانت هناك رقة، يعني عندنا رقة ظفر اللي نسبت إلها باب الظفرية اللي هو الآن نسميه الباب الوسطاني، وعدد من الرقات موجودة بين القسم المأهول المزدحم من بغداد وبين سورها الذي يدور حول أحيائها السكنية، هذا حتى داخل بغداد. وعلى أي حال هذه الرقات بعضها ظل موجودا حتى أوائل العصر العثماني. أيضا كان هناك في أعلى الجانب الشرقي كان هناك الشماسية. الشماسية كانت أرضا يعني تجد عنها أوصاف كثيرة لدى البلدانيين، ويعني من تكلم عن بغداد بأنها كانت تمثل منطقة كلها بساتين، كلها تطل على دجلة، غناء بمعنى الكلمة، ولذلك اختارها أحد الملوك البويهيين وهو المعز الدولة البويهي مكانا ليبني عليه قصرا فخما كبيرا على مسنات كبيرة في منطقة الشماسية، وعرفت هذه بالدار المعزية، والناس يذهبون إلى هذه النواحي ويقضون أوقاتهم، وعرفت هذه المنطقة بالشماسية نسبة إلى الشماسين وهم خدم الكنائس، حيث كان هناك بعض الأديرة القديمة منها دير سمالو وغيره. أيضا من المتنزهات كان هناك بستان الزاهر، بستان اسمه يدل على رسمه كما يقال، وهو يحتل المنطقة الآن اللي يعني جزء من الوزيرية ومنطقة الصرافية. كان بستان الزاهر بستان كبير ويعني يطل على نهر دجلة، ووصف بأنه كان بستانا يعني جميلا، والناس كانوا يذهبون إليه للتنزه، حتى أن أيضا أحد الملوك البويهيين اختاره مكانا لإقامة أو تشييد ما عرف باسم دور المملكة، بمعنى المملكة البويهية. بمعنى أن بغداد كانت محاطة حقيقة ومتخللة أيضا بالبساتين والحقول والمناطق الخضراء، لم تكن ثمة ضرورة لإقامة أو لإنشاء مناطق خضراء، لأن السكن لم يكن كثيفا كما هو في المدن الحاضرة، تضطر الآن لأن يعني أن تزرع حديقة بين الدور أو بين الأحياء
أنما في ذلك العصر كان ثمت متنفسات طبيعية موجودة في بين الدور والقصور، خاصة في الجانب الشرقي، إذ أن السكن انتشر انتشارا يعني دون كثافة في بادئ الأمر، ولم تزال الكثافة كما قلنا إلا في القرون الأخيرة. هذه كانت يعني نظرة أو فكرة سريعة عن أماكن التسلية لدى البغداديين في العصر العباسي. ذكر أبو الوفاء وهو ابن عقيل وهو مؤرخ عاش في القرن الرابع أو الخامس، قال بأن دجلة كان ممتلئاً بالزوارق، يعني طبعاً هؤلاء كانوا يقضون في هذه الزوارق أوقاتاً جميلة، يعني لم تكن هذه كلها للعبور عبور النهر، وإنما كانت هذه الزوارق زوارق يعني تستقل للترويح عن النفس، ولها أسماء يعني هذه الزوارق، طيارات كانت تسمى، وكانت تسمى خيطيات. الخيطيات هي زوارق كما يفهم من الاسم، رفيعة طويلة يعني أشبه بالمشحوف. كان هناك الطيارات اللي هي زوارق سريعة تتميز بسرعتها، وكان الناس يتنقلون بين جانب إلى جانب أو يقطعون من محلة إلى محلة مستقلين هذه الزوارق، فكأنهم في نزهة مستمرة. هذا يعني ربما لمحات عن حال الإنسان العادي، الإنسان البغدادي العادي كيف يقضي أوقاته أو أين يقضي أوقاته حقيقة. حتى المدارس الكثيرة التي أنشئت في العصر العباسي كانت ثمة عطلات يعني يقضي فيها طلبتها ومدرسوها أيضا الوقت للراحة، يعني لا نتصور أن الناس كلهم كانوا يعني يسعون في طيلة السنة، يعني حتى في نظم المدارس من يدرس نظم المدرسة في العصر العباسي يجد أن هناك أوقات أو هناك وقت في الصيف ينطلق فيه الطلبة لقضاء وقت طيب في هذه المتنزهات. حتى أن بعض الشيوخ بعض مدرسي المدارس كانوا يخرجون مع طلبتهم إلى تلك المناطق، يعني أشبه ما نسميه اليوم الرحلة المدرسية كانت موجودة، وعندنا إشارات يعني طريفة وموجودة في المصادر التاريخ أن الشيوخ أو بعضهم على الأقل من كانت صحته تسمح له بذلك يخرجون مع طلبتهم في أوقات الصيف، لأن يعني الوقت يناسب، يخرجون إلى المتنزهات إلى البساتين، وهناك يطلقون لطلبتهم حرية اللعب بالكرة أو بنحوها من وسائل التسلية. كذلك كانت هناك في عطلة يعني يختار لها وقت معين من في الشتاء، وهي ما نسميه أو في نهايات الشتاء، وهي الجذر الأول لما نسميه اليوم بالعطلة الربيعية. كان هؤلاء إذن يجدون في مدينتهم وفيما حولها أيضا أماكن مناسبة جدا لقضاء مثل هذه الأوقات الطيبة. كان ثمة يعني من هو مولع بركوب الخيل، ولذلك كان الناس أو كان الشبان منهم يتسابقون في الخيل، والمنطقة التي أصبحت ملعباً أو ساحة لهذه اللعبة كانت تقع في مقابل ساحة النهضة تقريباً، في يعني كان هناك ميدان يسمى ميدان الحلبة، وكان والحلبة هي المكان المخصص لركوب الخيل أو للطراد، يعني لمطاردة الخيل لسواق الخيل بالضبط. وهذا ميدان قديم يعني أنشئ في عهد المأمون، ولكن ظل يمثل ساحة للطراد أو للمطاردة اللي هي المطاردة بالخيل،
إلى وقت متأخر من العصر العباسي. كان أيضا هناك لعبة الصوالجة، والصوالجة أن الفرسان أو الشبان الذين كانوا يستقلون أو يركبون على الخيول المدربة يلعبون وهم على خيلهم بذراع طويلة أو بمضرب يتقاذفون به كرة في الأرض، يعني أشبه بكرة القدم أو أشبه بالبليارد كم اللعبة المعروفة اليوم، ولكن تجري على ظهور الخيل، يعني هو على ظهر الخيل ويقذف بهذه الكرة وهي على الأرض. هذه اللعبة كانت تستحوذ على اهتمام الشبان خاصة. كانت هناك إذن لعبات، هذه اللعب حقيقة ليس فقط يقصد بها تقضية وقت الفراغ، وإنما كان يقصد فيها التدريب على ركوب الخيل وعلى المطاردة وعلى نحو ذلك من المهارات الرياضية. سنستأنف حديثنا إن شاء الله في حلقة مقبلة في موضوع آخر من موضوعات تاريخ بغداد في ذلك العصر، والسلام عليكم.